أثناء قضاء الخليل للغرب من مدينة الخليل. أنا أول مرة بدخل هذا البلد، يعني على كل حال مثلي مثلكم، خلينا نخش على البلد ونتعرف على هالناس ونعرف عاداتهم وتكاليدهم. خشوا معي يلا. أنا قلت لكم بسمع مثلي مثلكم في إذنة، أول مرة بدخلها واتشرفت، ومباشرة استقبلنا رئيس البلدية وهالليحة الغانمي أعضاء المجلس البلدي، ودخلنا مكتب السيد جمال تميزي أبو محمد رئيس بلدية إذنة اللي من كله مرحب فيك أبو محمد في برنامج حروف وطن. يا خلاص أبو محمد، إذنة أربع حروف، نين، شو هالاسم هذا؟ شو بيعني؟ هو صفة؟ هو اسم كنعاني يوناني منك للمشاهدين؟ يعني هاي التسمية هي من عهد الرومان، كانت تسمى أشنا من الكنعانيين، عفوا عن الكنعانيين، وفي عهد الرومان حرفت إلى أشنا، وبالتالي مع الزمن حرفت إلى إذنة، ويقال إنها كانت يعني التسمية هي اسم أشنا اللي هي الصلب أو الصخرة أو القوة. ويقال أيضا في بعض الأحاديث والتواريخ أنها تقع على تلة أو على تلال تشبه الأذن، فهي تقريبا هي التسمية اللي احنا بنعرفها من تاريخنا. يعني أشنة، نعم. الصخرة الصلبة للكنعانيين أبو محمد، نعم. أشنة، والفلسطينيين عملوها إذنة. بالضبط. على كل حال أبو محمد، احنا في عنا أسئلة رايحين نسألك إياها، بس إجابتين تعرفين منهم، وإحنا بنكذب في البلد القديم عشان نشوف البيوت القديمة تاعت أشنا أو إذنة الكنعانية. السؤال الأول أبو محمد، عدد سكان إذنة اللي بتشملهم خدمات البلدية، والسؤال الثاني اللي هو العائلات اللي موجودة بإذنة، أكم عيلة؟ وما تنسالناش حدا مشان ولا مغتلب من إذنة يكون نسيني أبو محمد. خليكم معنا هسا، نحط إيدنا في أبو محمد ونطلع نسند على البلد. يلا سندوا معنا. يلا محمد، عدد سكان إذنة؟ إذنة اليوم عدد سكانها الموجودين حاليا في إذنة سكان يبلغ حوالي 23,000 نسمة، يمكن في 4,000 أو 5,000 أو أكثر حتى مغتربين، وكثير طبعا من المغتربين اللي على تواصل طبعا مستمر وزيارات مستمرة للبلد، بروحوا بيجوا باستمرار، يعني ما في حد بعتقد من أهل إذنة حتى المغتربين كلهم قطع التواصل مع أهله ولا مع بلده بالمرة، وبالتالي متواصلين باستمرار مع كل الأهالي بالخارج وبالداخل بالشتات في كل مناطق تواجد الشعب الفلسطيني. أبو محمد، بدي أسألك ولا أسألك عن ذنوبك، عدد العائلات أو أسماء العائلات الموجودة في إذنة؟ يعني عدد العائلات في البلد حوالي 15 عائلة. ما شاء الله. أكبر عائلة في إذنة موجودة عائلة طميزي، أهلين حج. طبعا عائلة طميزي وعائلة سليمي وعائلة أبو جحيشة، عائلة البطران، عائلة فرج الله، عائلة الأسود، عائلة الجياوي،
عائلة اللهم صل على سيدنا محمد أبو أسعد الشمالي المصري عوض العائدون واللي بشكلوا نسبة تقريبا 7-8% من سكان البلد، طبعا معظمهم من أهالي بيت جبرين من عائلة الشوبكي ونطاح وأبو سعدون والكيسي وغيرهم من العائلات اللي كانوا أصلا من سكان بيت جبرين. طبعا إن شاء الله ما بنكون نسينا حدا من عائلات البلد. ما تنسى حدا، أنا بتدخلش يا أبو محمد منكم يعني إله. أنا حتى ما أنسى يعني اللي ذكرتهم كلهم، عائلة أبو زلطة، عائلة الخطيب، عائلة الذيب، طبعا كل هاي العائلات كلهم من سكان إذنا، وفيهم ناس أيضا مغتربين كمان من كل العائلات تقريبا. وبالتالي احنا بنتمنى وبنعتذر لأهلنا إذا نسينا حدا، وبعتقد ما نسينا أحد منهم إن شاء الله. أبو محمد، أهل البلد عليش عايشين؟ نعم. شو بيشتغلوا وشو بيزرعوا وشو بيكلوا؟ والله هي مشكلة البلد، يعني عندنا قضية عامة طبعا هي بدون قضية الشعب الفلسطيني كله اللي هو الاحتلال ومشاكله وما نتج عنه. طبعا هاي البلد كثير من أرضها اللي اقتطعت من حدود 48 وحدود الهدنة، وجزء كمان بالجدار الفصل، لأنه بلدنا بلد حدودية وكثير عانت وواجهت مشاكل مع الاحتلال وقدمت مئات من الشهداء. طبعا المشكلة الأهم اللي بتواجهنا اللي هي ضيق المكان أو قلة الأراضي، لأنه مثل ما حكينا يعني تصادر لها أراضي كثيرة، أكثر من نصف أراضيها تم مصادرتها، أكثر يعني كل ما تبقى من أراضيها لا يساوي 15,000 دونم، وأكثر من 20,000 دونم تم مصادرتها. الآن هاي سببت هنا أزمة سكن، أزمة سكانية طبعا، يعني بسبب لنا إشكاليات وضغط عند الناس، لكن بشكل عام الأمور بدنا نقول ماشية. أما أهم ما يواجهنا من الخدمات في البلد على سبيل المثال، يعني إحنا في عنا مشاكل بنواجهها في المدارس، لأنه إحنا عنا في البلد ضغط، والحمد لله كمان نسبة التزايد من أعلى النسب في فلسطين، بخلفوا كثير يعني الحمد لله، يعني خلفي ما شاء الله شايف كيف. وبالتالي يعني بدنا خلينا نعوض من هلا، كل سنه بدنا مدرسه. وهي مشكله المدارس هي اكبر مشكله بتواجه. طيب كيف بيشتغلوا يعني موظفين مزارعين؟ في حدا بيزرعوا بكل عضل في البلد؟ في طبعا لازال في جزء كبير في بيعتني بالزراعه وبالاشجار بالزيتون وبالزراعه البعليه، يعني في موجودين بس في قله من الاراضي، يعني الاراضي غير كثير وغير كافيه، لكن معظم الناس بيعتاشوا على اليوم في وظائف عندنا، في كم من الوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية، في كم من التجار، في كم من أصحابين المهن الحرفية المحلية بيشتغلوا، في كم لا بأس في أيضا عمال بيشتغلوا داخل إسرائيل، ولكن بسيط. الجدار كثير يعني أثر على هاي الطبقة للأسف، ولكن يعني في لا زال في جزء بيعملوا اليوم داخل إسرائيل، لكن داخل فلسطين المحتلة. نمالنا في خلينا نأكد أنها فلسطين المحتلة، لكن احنا بنقول اليوم أهم مشكلة بتواجهنا ها هي طبعا في مشاكل عامة مثل مشكلة المياه، ومثل مشاكل اللي بنواجهها جراء يعني دخول الاحتلال وعوائقها. وفي مشكلة أكبر من كل هالمشاكل اللي هي منطقة إذنا وبلد إذنا، هي حدودها ضيقة وسكانها أكثر، وبالتالي نسبة كبيرة من الناس هي في منطقة اللي مسمى واللي مصنفوها حسب اتفاقيات هي منطقة سي أو منطقة جيم، اللي هي سيطرة عليها الاحتلال والسلطة الوطنية الفلسطينية من هاي السيطرة، ولكن احنا مضطرين وبنبني بنقوم بالبناء فيها، والاحتلال بهدد هؤلاء الناس، وعندنا أكثر من 200 حالة مهددة بالهدد. وإحنا نسبة 80% من البناء اليوم والتطور وزيادة السكان هي في هاي المناطق، وإحنا كبلدية بنقدم لها كل المساعدات وكل الخدمات، ولكن مجبرين على ذلك. تفضل أبو محمد. حتى نفرض أمر وواقع جديد في المنطقة، وإحنا بنواجه هاي المشكلة. طبعا إحنا بنناشد كل الأهل، طبعا أهل إذنا بشكل عام، إنه هاي المناطق يبنوا فيها ويتواجدوا فيها حتى نحميها، بغض النظر من كل التهديدات والاخطارات. وطبعا هدموا بيوت كثيرة في هاي البلد،
يعني بجوز مئات البيوت هدموا في هاي البلد عبر السنين. ابو محمد لك رساله بتحب توجهها لابناء ابن المغتربين؟ يعني احنا بنوجه غير السلام والتحيه وبسلم عليكم بلدكم. يعني كل السلام وكل التحيه لكل فرد من ابناء اينما وجد. من كل العائلات ما عدا طبعا كلهم اهل بلدنا وكلهم اهلنا وكلهم اخواننا. وبنعتز وبنتشرف في وجودهم اينما وجدوا، واحنا بنفتخر يعني اننا من هالبلد الكريم، هالبلد الطيب، هالبلد المناضله. وانا بناشدهم انه ما ينسوا اهلهم، وانه ساعدوا اهلهم في ايجاد كافه المساعدات الموجوده، وخاصه احنا بنواجه معاناه كبيره جراء وجودنا تحت احتلال ولا زلنا نعاني من هذا الوجود. بنطلب مساعده الاهل المغتربين، يقدموا الدعم والمسانده والاستثمار، وخاصه رؤساء الاموال منهم يستثمروا في هاي البلد حتى احنا نرتقي بلدنا الى افضل ما هو ممكن، ونبني اقتصادنا الفلسطيني. كلياتنا كتله واحده وكلياتنا جسد واحد، اللي خارج فلسطين واللي داخل فلسطين. لسه في اذنا في شغلات حلوه كثيره، خليكم مع نافذ وجولتنا ما خلصتش في اذنا، الحقونا. أخذنا محمد رئيس البلدية، كان بدي أعرفكم على الحج ما شاء الله. سألناه قد إيه عمره، بكل في السبعينات أجل علينا 50 سنة الحج، يعني 110 سنين هذول اللي اعترفت فيهن البلدية، يعني 10 و20 رئيس بلدية قبل أبو محمد. على كل حال أبو جبليل الحج من أي حمولة الحج؟ ها؟ من أي حمولة؟ تايزي. حياك الله. الله حيينا بك. حجي تتذكر البلد ايام زمان كيف بكت؟ اي ايوه الاي يطلع لي اياها هاي. كيف بكت البلد زمان قبل ما يصير كلها جديد؟ هذا بكت كويسين الناس في بعضها البعض. مش شطار بكيتوا؟ يعني مع بعضهم البعض يعني يتعاونوا على البر والتقوى. وكانوا يعني شادين مع بعضهم. شو بكوا يشتغلوا يعتملوا شو يصنعوا ويطلعوا؟ والناس كويسين. الواحد النخطه يقول روح وسامح. الناس كويس. بقوا والحمد لله. كيف بكيتوا عايشين؟ شو توشتوا وتشربوا؟ شراديش شو احكي؟ بقينا عايشين. يعني ما بعضنا البعض نتعاون على البر. بكيت تزرع؟ عندك ارض؟ بكيت تزرع وتخلع؟ شو بكيت تزرع في اذنا زمان؟ بكيت تزرع قمح وشعير وترسن وحمص وفول. انت لحقتي حجي. بنت وعلي بنت. لما تجوزت اول مره قد ايه بكى عمرك؟ كان عمري يمكن حوالي 20 سنة. قبل 100. انا بنت 15 سنة وهو بقى قد ما هو الحين. يعني عمره 200. حجي بتقول لك تدوش عليه كدي عمرتين بقى عمره الحجي. ايام ما صغر هو بزيد انا بزيد. كدي دفعت مهر ايامها؟ كثير اخذوا منك؟ قديش الفيد؟ قديش الفيد؟ يا حجي خليه يحكي. يا حجي انت بكيتي قبل 100 سنة الله يسهل عليك. خليه يحكي. دفعت في الحجي قديه؟ قديه دفعت في الحجي؟ الحج مسكين شو مسكين يعني ما اخذها سداد دين مسكين شو قديه دفعت فيها؟ 40 ليرة 48 ليرة قديه ماهرة الفيت تاعها؟ الفيت بس حوالي 20-30 ليرة ببلاش. بكت الجيز ببلاش؟ ببلاش ب20 جبت لك 24 ليرة الحج. طيب حاج اليوم بعدك انا بتطلعش باخذوكيش على الشباب تكذب فيها البلد ولا على الوطايات؟ ابدا. ابدا قاعد هان مع الحجه اللي قاعدين. طيب يا حج خليه. حج كل مع السلامه في التركي. مع السلامه التركي. جوك توتن ايه يا ريور انادي وتن ايجاد الدود ايه ايه او تتان وتن سن ايه ايه وزي
تونسيني هذا مش تركي. هذه الهدية من شركة اللاجئ للمنظمات الكيماوية حج، هذه لك للحجة الهدية. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نجي لك إياه بالفلسطيني إحنا. ورحمة أهلا وسهلا وألف بيت مرحبا. يلا يعطيك العافية يا حج. يعني يا جماعة الخير قلنا له مع السلامة في التركي نص ساعة طلعت. على كل حال زي ما أنتم شايفين لسه أنا لقاءات برضو في إذنه وفيها شغلات حلوة جديدة، خليكم معنا في زب خاطرك يا حاج. يعني علشان ناخذ لقطة عامة لبلدة إذنة اتطلعوا الشباب شو بيساوي، بيكسروا في القفل، عملية اقتحام علشان ناخذ لقطة بس عليا لبلدة إذنة. الكل شارك بعملية تحطيم هذا القفل، رئيس البلدية الكل شارك في عملية تكسيره وبعده متنح وبدوش يفتح الكفيل عشان نطلع ظهر الحاووز المي في بلدة إذنة. ناخذ لكم لقطة عامة، يعني بدي أعمل لقاء مع أبو محمد عشان الكفيل يعني. يعني أبو محمد إحنا قاعدين الشباب بيحاولوا إنه ما خلوش لا الله وكيلكم لا فاس لا سياخ حديد، الخشبة تكسر والكل بيحاول انه يعني هذا الكفل لو بالايجار ابو محمد لازم تعطي لي اجرك اياه 20 ليره زياده. والله شكله خربان، هو معصي علينا ما راضي حل بالمره، اما انا متاكد انه راح يمشي في النهايه. راح يمشي ما فيش. الكل بيحاول انه يفتح هالكفل، تشوفوا ادنى من المنطقه العليا. على كل حال خليكم معنا بعد قطم الكفل وكسر الكفل، شايفين ان شاء الله نقدر نطلع ظهر الخزان ناخذ اللقطه. هاي الشباب الكل باجر. عشر زلام وشاكوشين وفاس وسلاح حديد والكفل بعده متنح يا جماعه الخير، بعده متنح الكفل ومش كابل يفتح. شو بدي اسوي لكم انا، خليكم معانا ان شاء الله انه ينكسر الكفل ونطلع. لقاء جديد في بلدة إذنة قضاء الخليل، معانا الحج البرشي. يعطيك العافية، نتعرف عليك حاج. الحج محمد إبراهيم أبو زلطة من إذنة. أنت من إذنة؟ كدي عمر البرشي تراعينيش من زي أبو جبريل ها. يعني من 85 حوالي 84 85 إيش 85. كلهن قضيتن في إذنة؟ نعم. كلهن قضيتن هان في إذنة؟ نعم. ما رحتش ولا جيت يعني؟ رحت، بقيت أروح زيارة على عمال على ما هذه على الزيارات على أما إقامة في محل ثاني لا. طيب إنك من 15 سنة كده بضل 70. تحكي لي عن إذنة قبل 70 سنة كيف بكت كم دار؟ يعني كانت ما أنت عارف يعني في قليل البلد كله، كم واحد بكوا تقريبا؟ يعني أنا 400-500 البلد؟ أنا بعرف بعد ما دخلت الأردن حصناها 1800 نفر. طيب تدخلت الأردن قبل بقت يعني بجوز حوالي. أعطيني هالعصاية، شو بكيتوا تشربوا تشربوا زمان؟ خلفني نشرب مي. شو نشرب؟ لا يعني شو بكيتوا تساوي؟ شو بقينا نفلح؟ شو الطبخات اللي بكيتوا تطبخوها في هالبلد؟ خبيجة يا ابو محمد. لا 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 خبيجة انت هسه غنيها تغني الخبيجة، خليها انت جيب خبيجة. يرحم اموادك انت اسكت. طب وش هو؟ ابو خليل. ابو خليل انت اقعد انت هسه، خلي ابو يحكي.
كانت العالم اللي يسوي له بندرات ناشفات اللي يسوي له عدسات يحطن في داره، يسوي قمحات من داره من أرضه ويطحن إشي على ديه وإشي على البابور وعايشين ومحترمين. لحقت الشلوديش؟ نعم شلدوش. والله كان في مش الكل كرديش دير بالك في عالم كان عندها تقبى فلاحة يفلح يجيهم قمح وناس ما يجيوش شيء يأكل شعير يأكل إذرة يأكل كرديش. زعج الكرديش ولا أكوس مني. اشتقت لها انت بتيجيش على البال هيك يا زماني الاولي عشان دوش الحياه اللي فيها امان هي الكويسه. كان في امان يعني. هدات بال مرتاحين الناس ومبسوطين. انت شو بقيت تشتغل؟ بقيت تفلح وتزرع وتفلح؟ فلاح يعني. اقول لك انا بقيت وزير فلاح. تزرع قمح وشعير وقطان وشعير وخضره و بعل بقيت تزرع بقيت المنظوره بعليه. بعد احنا فيش عندنا ريب. وما فيش مي اليوم حتى تعب كزمان. قبل كمان ما كانش ريب. هالحين في من المي اللي جايه في الحنفيات. والله في ناس بيسقوا بيسووا. طب كيف بقت عادات اهل البلد قبل؟ بكوا قبل الفلاحين حدا بده يتجوز لك البلد كلياتها هجمه وحري. بده يبني تهجم البلد. تواحد يموت في البلد. كان اهل البلد كلها تحد عليه. لما اهل الميت فيش ابو خليل يقول اوف هذيك 40 يوم غش. وكانوا ما يسووش القهوه اهل القريه. يا سلام. لما انه يروح ابو اهل الميت يشتروا قهوه ويوزعوا على جوامع البلد مشان يفكوا يعني يا سلام. واذا واحد بك بده يتجوز ياجله. واذا واحد بده يتجوز ومات واحد من شهرين ثلاث ما يرجعش يقول بدي اتجوز. كان في احترام ويروحوا يستعدنوا اهل الميت وياخذوا بخاطر الميت ويقدموا له واجبات واكل وشرب. اليوم جنازه مسنده وعريس في زفه طالعه اليوم. انا والله انا جيت في يطا انه ما في 10 سنتي. هان الصراخ والصياح داير وهان الغناء والرقيص داير. يا زماني الاول كله هالقد بين بعض. قلت الله اكبر. ما في احترام للعالم. وين راحت ايام زمان؟ اللي يامل بتروح احسن من اللي بتيجي. بقت حدات بال احسن مريحين. بقيت تيجي بده يعني اللي بده يروح للحصيده يعذبوا اهل البلد. تعذب مع بعض كلهم على البياده. كلهم يعذبوا مع بعضهم في منطقه زي هذه. انت تحط عيلتك هناك، انا احط عيلتي يعني، الثاني يحط عيلته في كل عيلة في جهة. ونسهر ونتعلل في الليل. نسهر ونتعلل وفي أمان وفي أداب. هذا غالي شاي نشرب عنده هذا. والله والناس كانت عايشة وفي نعمة الله. طيب يا حج بدي أسألك. نعم. عادات الإعراس شيف بكت قبل في إذنك أيام زمان. بكت زي اليوم يعني خلص والله. اليوم شو بيساووا حتى؟ اليوم يبكوا متفقين ومخلصين ومملكين وبعدها كن بقولوا بدنا نودي جاها، بكت طبخه مطبوخه. لا هذا احنا ما كانش. كان انا بدي اروح اخطب لابني. واخذ الاربع خمس اختياريه واروح اخطب لهم. اخطب له. بعد لما ننجز يعني نخطب ب 30 40 ليره الليل وحده. وانت نروح في جهتك من البلد. نعم. وانت لما تجوزت انا لما قد ايه بقى عمرك؟ بقى عمري 17 سنه. 17 سنه؟ نعم. يعني لانه ابوي توفى عمره 40 سنه. وانا كان عمري 17. الختيار موجوده؟ امي؟ لا الختيار حجتها موجوده. استنى يعني يا ابو محمد، ما احنا بدنا هانمها قاعدين مندحلب له شوي محمد. انا الثنتين موجودات ولا الاولانيه؟ العقبه راحت. العقبه راحت. هذا البرج ابنك؟ ابن جديد ولا القديم؟ ابن جديد. ابن هذا ابن الغالي معنا. اللي راحت ابن اللي حيرتنا. انا فكرته باللي مدلل. انا جديده مش بقول لك اللي راحت العقل. وظلت الاولى. طيب يا حجه الله يعطيك طولة العمر ان شاء الله. احنا بنقدم لك هديه يا حجه. اول شيء قبل ما نسمع ابو خليل، هذه الهديه مقدمه من شركه الراجح للمنظفات الكيماويه لك. هذه يا حج المصنع الاول بفلسطين. هذا الزلمه بتعرفه انت من جيالك ولا صغار؟ لا اصغر. اصغر من زمان بغني؟
والله هو طلع وعند مطرب هو. مطرب؟ صوته حلو؟ صوته حلو ولا نكوم؟ لا حلو كويس. حلو؟ ان شاء الله. ابو ايش البركه؟ ابو خليل. ابو خليل؟ كله صوتك حلو. والله يا سيدي. احنا شو دخلنا هسه بنحكم هسه بنعمل زي السوبر ستار هنا. احنا والبلديه. ابو خليل. نعم. شو بدك تسمعنا؟ بدنا نسمعكم هاللي بنقدر عليه. شو غني لي في التركي زي ابو جبريل. قول يا ابوي يا واي يا باي قلب اشوف يا اخوان البنت بتنادي اختها بشوف العرب عم طامس بختها قال يا اخوان وفي غزة اليد قطعت اختها بشوف السوس بنقر في الخشايب اهلا وسهلا شرفونا احبابنا اهلا وسهلا شرفونا احبابنا يا ابو خليل قال ابو مازن يا سبع تربى وامك جابتك وابوك رباك ربا قال يا ريت الموت قال عمره ما يغشاك يا ابو كف المعود على السخاء يا ميزنا يا ميزنا يا ميزنا برج محامك جاوبوا زغلولنا قال ابو شهو تهميني تهمينك انا نبريت حالي تهمينك قال وبر مشاربك يا عرفات واطلق يمينك عصاتك سيف عرقى بالعدا يا باي اهلا وسهلا شرفونا حبابينا قول بقينا يا ابو محمد سبوع البر والباص وندعس عدقيق الرمل بالباص قال هقانا ويوم نصفحوا الدج والباص هقانا وشتتوا شمل العرايب يا ميزنا ويا ميزنا يا ميزنا اهلا وسهلا شرفونا حبابنا قول يا اخوي بقينا يا ابو محمد نقطف الورد بطوابي ونبحش للحرب ملجا وطوابي قالوا يوم صار ضرب البرنجل والطوابي دعهم ابو هادي غنمهم الذياب يا ابوي يا ابوي يا واي قال مساء الخير مسيكم رجالي قال وانتو عزوتي وانتو رجالي قال ويوم الذيق بنخاك ورجالي يوم الليلة وصاحت يا عرايا قول حلمت حلمين يا جواد وراعني وقلب منامي يا ابو فؤاد والعالمين نوام حلمت يا رمانا نضرمت في بلادنا واكلت جميع اشجارها والوديان اكلت اسود البر والويل والفلا أكلات أسود البر والويل والفلا لو عبد اسمر علي حام رفع إلى عنقه وقصد قصده ينوشني فريت منه هارب الهزام فريت نحو القصر يا أخوان هارب يعطيك العافية يا أبو خليل طيب الله ينسى تهربت من تهارب بتكلم تهربت في الآخر إنك كمل بيت الشعر يعني أبو محمد في حكي يعني أهلا ما شاء الله ما شاء الله يعني الصوت يعني الزلمه كلبه مجهول
ابو خليل نجينا يعني موجوع ابو خليل كلبه مشوي. ما هو الاخرى فقدها الله يرحمها. فقدها الله يرحمها. والله ضرب لها بيت عتابه. جاب بدالها عنده بدالها. جاب بدالها. جاب جديده. والله ابو فؤاد جبت بدالها بس هذيك لا. وين؟ وين هذيك يا جماعه؟ وانطلق بالتحت. على كل حال اعزائي المشاهدين ابو خليل هرب اخرها. بعدنا في ايدنا خليكم معانا لسه في شغلات حلوه جديد. ابو محمد هذه المنطقه اللي احنا واقفين فيها طبعا هذه اراضي ايدنا واللي ظاهره بالصوره هذه هاي ايدنا كلها جزء منها يعني مش كلها نشوف يمكن هاي تساوي بس يمكن 10 إلى 15% من إذنا كل هاي المساحات هذه بشير. المنطقة الجنوبية ولا الغربية؟ هاي المنطقة الجنوبية الغربية بالضبط الجنوبية الغربية من إذنا اللي بتسمى منطقة وادريش. أيوة الأسامي القديمة للمناطق منطقة وادريشي وخلت السويدي وخلت عتيق وبيت البان هاي المنطقة اسمها بالمسمها أبو محمد. إذنا طبعا الكرة اللي حوالين إذنا يعني من الشمال شو الكرة من الغرب شو الكرة مشان بس المشاهدين يعرفوا إذنا في وسط أي تجمع طبعا إذنا بحدها من الغرب طبعا الدوايمة وبيت جبرين اللي هي اليوم أراضي محتلة داخل حدود 48 والدوايمة بلد قريبة جدا يعني من هان رحلوا أهلها وسكانها بعد ما عملوا فيها مجزرة عصابات الصهيونية في بعد حتى عام 48 وبيت جبرين أيضا هجروا أهلها وجزء منهم ساكن في إذنا وجزء تهجر للمناطق الأخرى وجزء في خارج الوطن. هاي المنطقة الغربية. المنطقة الشمالية بتحدها أراضي ترقومة وقرية ترقومة وأراضي بيت كاحل ومن الشرق بتحدها أراضي دورة والجنوب ما دورة وقرى دورة الكوم ودير سامت والمورق ومن الشرق بلدة دورة هاي حدودها على الأربع جهات طبعا طبعا قلنا أنه حدود إذنا إذن هل إذنا تعتبر يعني آخر بلدة قضى الخليل أو عربية في منطقة الغرب الخليل يعني على حدود 48 إحنا طبعا فيش من كمول الغرب يعني أي قرية عربية ضفة غربية احنا على حدود الرابع من حزيران زي ما بيحكوها يعني هاي حدود 67 منكم الغربان يعني هاي احنا خط اللي بسمونه الخطوط الأمامية الغربية في الزمان كانوا بسمونها قبل 67 في وقت الأردن كنت تسمى هاي المناطق مناطق الخطوط الأمامية الغربية وكانت باستمرار على مشاكل وتواجه مع الاحتلال وكثير من الشهداء اللي سقطوا من هاي البلدة في مواجهاتهم اللي احيانا كانت يوميا معارك ووصلوا الى عشرات الشهداء من عام 48 الى عام 67 يعني 20 سنة كان باستمرار في معارك ومواجهات لانه كثير من اراضي البلدة اللي اقتطعوها في خط الهدنة في عام 52 اللي تساوي حوالي 17,000 دنم اللي تم اقتطاعها داخل الخط الاخضر واكثر من 4,000 دنم ايضا تم اقتطاعها من جدار الفصل العنصري اللي اقيم عام 2004 على أراضي البلدة وعلى أراضي المنطقة المجاورة كلها. الجدار على حدود 67 عندكم الجدار المقام؟ لا هو دخل حدود 67 واقتطع حوالي 4,000 دنم فقط من أراضي إذنا يعني في المنطقة ليس على حدود نفس الحدود 67 بالعكس اقتطع جزء من الأراضي وأدخلها داخل الخط الأخضر. وبهيك أعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا في إذنا. أنا متأكد بمشيئة الله أنكم انبسطتوا زي ما أنتم شايفين أجل الغداء شايفين الغداء وصل دائما من كلكم تفضلوا ولا واحد فيكم بيجي علشان إيش إحنا بدنا نتغدى وكلوا لنا صحتين وعافية ويعطيكم العافية وإلى اللقاء.